إذا للوقوف عند استمرار الأزمة بين التيار الصدري والإطار التنسيقي ورفض الصدر الحوار الذي دعا إليه الكاظمي، ينضم إلينا عبر سكايب من بغداد أستاذ العلوم السياسية الدكتور قحطان الخفاجي. دكتور قحطان، أطراف العملية السياسية عقدت اجتماعا بغياب مقتدى الصدر، وذلك بدعوة من مصطفى الكاظمي رئيس الوزراء. هناك مؤشرات على فشل الاجتماع، لكن لو سألتك عن الأسباب، ما هي الأسباب؟ حياك الله اخي العزيز وحي القناه وحي المشاهدين الكرام. بالتاكيد الاسباب هي عدم موافقه الصدر على اليه وتوجهات وقواعد هذا الاجتماع، لذلك نرى ان الصدر قاطع هذا الاجتماع. المقاطعه تعني بوجه صريح وبدله الواضحه ان الصدر غير قابل وراضي بهذا الاجتماع بدءا ونهايه، وبالتالي غاب عنه. هل أضاف الاجتماع شيئا جديدا على ما يجري في العراق من أزمات متلاحقة دكتور؟ الذي يمكن يعد إضافة من هذا الاجتماع هو تأكيد الصدر على ثوابته وعلى ما يذهب إليه وأعلن. هذا بغض النظر عن رأينا إن كانت مطالبه سليمة أو غير سليمة، ولكن كصراع بين طرفي نقيض. هذا الذي تمخض والذي أضاف أن الصدر ما زال على موقفه المتقاطع مع الأطراف العملية السياسية خصومة في المنازلة. مقتدى الصدر لم يقبل أن يحضر الحوار الذي دعا إليه مصطفى الكاظمي كما أسلفنا، ولكنه اتهم أطراف بالإطار بمحاولة إشعال الفتنة. ما الذي كان يقصده مقتدى الصدر بالفتنة، لا سيما أن السلاح حاضر بيد الجميع؟ الفتنة التي بالتأكيد يدعي لها أو الذي يستند على دلالاتها تبدأ بالتسريبات التي ظهرت من مكر ومكيدة للطرف الإطاري وأطرافه بعينها ضد الطرف الآخر اللي هو الصدري. الشيء الثاني الذي يعتقد أن الفتنة هو أن تلجأ الإطار إلى آلية كالتي اعتمدها الصدر، وهي تحريك الشارع باتجاه يوافق مع مطالبه، وبالتالي هو يظن أن الفتنة تكمن في أن ينقل الحالة إلى الخلافات البينية داخل المجتمع، وبالتالي تذهب باتجاه الفتنة. ولكن المراقب المحايد الذي يقرأ الأمور بحيادية يقول الأطراف جميعا هم أساس الفتنة وهم ساعون إلى الفتنة، ومن يدعي أنه بريء وبعيد عن الفتنة فهو ليس دقيقا على قدر تقدير.